مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بلقاكم من خلال برنامجكم المعتاد فنجال وعلوم رجال. رحبوا معي اعزائي المشاهدين بضيوف هذه الحلقه، الشيخ فهد بن ناصر بن منيخر العجمي، والصقار محمد بن خثلان الجبور السبيعي، والشاعر وعازف الربابه خليف محمد العنزي ابو عبد الله. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالمرحبا ومسهلا. حياكم الله. يا مرحبا ومسهلا. سعدنا في وجودك معانا يا ابو عبد العزيز وابو عبد الله وابو عبد الله الثاني الخثلان، وانتم ضيوف على برنامج فنجال وعلوم رجال في قناة رواسي، وحنا ضيوف في ديوان الشيخ فهد بن ناصر بن منيخر، نشكره على حسن الاستضافة وعلى حسن الملقى. نريح شوي مع الصقار، والصقاقير لهم أجواهم الخاصة. اسبيعها الصقارة وهي فراسة والعلوم رجال. ما عليك زود، الله يطول. بن ختلان حياك الله. الله يحييك ويبقيك ويمسيكم جميع بالخير. نكرر سعادتنا في وجودك معانا في هذا المساء الجميل، ولجملوا حضوركم وحضور الربع المتواجدين معنا في هذه الأمسية المباركة. أبرك الساعات وتشرفنا بالاجتماع معكم. جزاك الله شرف يا أبو عبد الله. وعند معزبنا الله يطول عمره أبو عبد العزيز. نعم مستحيل. أبو عبد الله، حنا قلنا أن الأجواء هذه أو الوقت هذا هو وقت يعني المقانيص، وقت هدة الطير، وقت طلعات البر. صحيح. في البداية نتحدث عن أسماء هذه الطيور، وش اسم الطير اللي على يدك وش اسم الطير اللي على الوكر؟ طيب، هذه حرار، أول حاجة صنفها حرار. الطير اللي على يدي هذا حر طرح السعودية هنا المملكة. تقدر تفرعه ولا كفاخ؟ لا كفاخ؟ لا، ما هو بكفاخ، ما ننقل كفاخ. الله يستر. ما شاء الله. هذا يقال محشوم طال عمرك. هذا جاني هدو من الشيخ محمد بن راشد الخليفة عسى الله يمسيه بالخير. أو نعم. ما وهو يعطي اللي مثلها واعظم يا طول العمر. هذه من اقل العطايا. اي والله. والثاني فارسي. هذا فارسي؟ الله الله. ومسميه انا مسميه حديب. حديب؟ ايه، على حكم الحدب هذا اللي في ظهرها اللي تشوفها. اها. ايه. طيب، وهذا مسميه محشوم حشمتل. ابو عبد الله. سم. شلون تعرفون الفارسي من الشمالي من الجرودي من؟ والله طويل العمر حنا على صقارة الشيبان الأولين، طبعا الجيل الجديد الحين اختلفت فيه الصقارة اختلاف كامل. حنا على صقارة الشيبان الأولين بالدقوق. أيوة. الشدود. الله الله. أيوة. سواء الشدود ولا دق الظهر ولا وجه الطير ولا حمار راسه، يعني فيها مزايا وبحر واسع لازم الواحد يتبحر فيه، ويبي له يعني وقت طويل. خبرة. نعم، يبي له شرح طويل. وعلى ما قالوا الشيبان، لحقنا على شيبان الله يغفر للميت منهم ويطول عمر الحي. آمين. كانوا من أعظم الصقاقير اللي نعرفهم، ويقولون يا عيالي حنا بصقاقير. صحيح. حنا عاد هالحين وش نقول اللي تونا أخذنا من صقارتهم شيء بسيط، الله المستعان. الله يعين. أي والله. طيب تعرف يعني كم سنة مقرنس الطير هذا مثلا؟ الله الله. هذا يا طول العمر هالحين هالحين منقول سادس يا طول العمر. سادس. الله الله. الطير لا صار صنيع يهد والله يعني لازم تنزله من وزنه؟ لا صار صنيع. إيه؟ على حسب الطير ومزاجه وشلون صقاره صقره. انت متعرفون الطير تعرفه على نقلة سفك؟ إيه؟ او تعرفه بالوزن؟ لا تعرفه بالوزن هذا من تالي، لكن من تالي. اول ما يعرفون الوزن اول يعرفون مزاج الطير، وكل صقار يعرف نفسية مزاج طيره. الله الله. نفسية الطيرة. وبعض الصقاقير يضعف الطير حتى انه لاسباب معينه يبي يحققها على الزمان الاول، ان الطير ما يبعد، ويقرنون ريشه بعض الاحيان يكتفون. الله الله. حتى انه ما يبعد الطير بعيد اول ما في سيارات. ما في سيارات. الله الله. نعم. اول على ذلول ولا على الطيب والله اللي معه بعضهم، وبعضهم رجلي ما يبي الطير يروح بعيد، وده الصيده تروح ولا يروح طيره. هذا صحيح. الله الله. فكانوا يضعفون الطيور شوي حتى انها ما تعزم عليهم. حتى انها ما تعزم وتروح مثل. للصيده البعيده. لكن بعض الناس لا والله معه فرس طيبه وتلحق يهد طيره ولا عليه، ويهد على صنعه يخليها يلحق الصيده، ولا منه فارس ونازل الصيده ولينه يقوى على صيدته ما يجي في وجهه خلاص. الله الله. جت فلؤنا الاخير ابو عبد الله الطيور هذه، وانت تعرفها انت بخص مني بسقاره،
الطيور اللي هو الجير هذه المهجنة هذه. إيه الجير طال عمرك لا. الجير هذا طير مبطي والعرب يعرفونه كانوا يسمونه السنقر أول. يعني موجود الطير. موجود من أول وهذا موجود إلى الآن. إيه؟ طير يعني وحش ما موجود. ما هو تهجين. لا 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 الجير. إيه؟ هذا طير فصيلة من فصيلة الطيور. يقال لها الجير وتقطن ألاسكا وتقطن حول القطب وهي فصيلة موجودة لكن التهجين هذا اللي جاء جديد. طيب. قاموا يأخذون الجير ايه؟ ويأخذون الفصائل الثانية مثل الوكري ومثل الشاهين ومثل الحر ايه؟ ويخلطون بينهم حتى أنهم يطلعون رغبات معينة للصقاقير التالين طبعا. وطبعا هذه آفة قوية تسببت علينا في الصقارة ولها مضار كثيرة يعني أثرت على الصقارة من كل النواحي. لكن لو بغيتوا عاد نتكلم فيها هي مجالها واسع شوي. ميزة الجير شنو؟ هل الجير الوحش؟ إيه؟ الجير الوحش ميزته الأساسية أنه صاطي وسبوق. هو اسم جير أصلا مأخوذ من كلمة ألمانية جيري. جيري أيوة جيري كلمة من القبائل الجرمانية القديمة معناتها الشره أو شديد التوق. هذا معنات الكلمة. فالطير في شراهة قوية وفيه سبق فارض أساسا. الجير الوحش اللي في الخلا موجود هذا. أي هلي... الله الله هذا اللي دعاهم أنهم يأخذونه والكبر جرمه كذلك حجمه كبير. أيوة يعطيهم فصيلة يعني لا خلطوه بالطيور الثانية يعطيهم شكل مناسب وجرم مناسب يلبي احتياجات الصقاقير التالين اللي يعني يستخدمونه. الجير الخلوي يعني إيه؟ كم لون؟ هل الجير مثل ما نشوفه يعني بعض هنا يجي كاشف فيه شدود وبعض هنا يجي أسود؟ زين الجير يجي ثلاثة ألوان رئيسية. ثلاثة ألوان بالنسبة للألوان نحن يا العرب اللي نميزها لكن الغرب يميزونها بطريقة ثانية. الغرب موزعينها أبيض وأسود وغري وسيلفر. أحمر هنا. الغري اللي هو شبه الأحمر والسيلفر اللي هو نقول لحنا خضر. خضر إيه لكن حنا نقول أبيض وأسود وحمر حتى الخضر نضيفه إيه لأن الخضر مو مدارج. الله يعني الله مو مدارج. اللون الرئيسي طبعا اللي دائما يجذب الناس اللونين الرئيسية اللي هي شديد السواد وشديد البياض اللي يسمونه سوبر وايت. هذه أغلى الطيور اللي يعني من فصيلة الجير خصوصا لا صارت أجرمها كبار. طيب أبو عبد الله أطباع الجير هل نزير هدي أليف يعني؟ لا الطير الطير الجير الوحش 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 وأنا أخوك طير عادي جدا وحش على حسب صقاره يتطبع وأموره زينة لكن عذروبه إنه يجي من مناطق ثلج ولا منه جاء عندنا هنا حتى مع برودة المربعانية عندنا ما يتلائم مع الجو يحس إنه كنا حر بالنسبة له فيطلع فيها أمراض ويطلع فيه نزارة ويطلع فيه يعني قل سنع شوي لكن اللي يقوى عليه ويقوى يوفر له يعني الأحوال الطيبة يقدر أنه يناسبه يعني. عملية القرنسة أبو عبد الله وين قرنسة الطيور كلها تقرنسون وين تقرنسون؟ والله الصقار اللي حريص على طيره يقرنس في بيته عنده. الله هذا حرصا عليه. الله الله أما الصقار اللي ما يبي وجع الرأس ولا يبي يعني يتابع طيوره دائم ولا يهتم وكذا يعني ما معه وقت ولا ما عنده قدرة أنه يتابعها في البيت بيسافر ولا بيروح ويجي يربطها. الحين في مرابط طبعا بدراهم يربطون الطيور فيها ويقرنسونها في داخل المرابط هذه. طيب أفضل قرنسة الرابط ولا أفضل قرنسة أن الطير يقرنس هدد طلق يعني؟ إيه يطلقونه ما أشوف أنا شايفه بعض يعني بعض الأماكن يعني اللي يقرنسون عندها الطيور إيه؟ الطيور توقع على الشبات يعني إيه؟ ما هي مربوطة. هذه في خلاف طبعا الصقاقير دائم على خلاف ترى. نعم الصقاقير عندهم كلنا بعرفه راضي على ما قالوا ما يحتاج كل واحد له يعني وجهة الله نظر الله. لكن أنا وجهة نظري أنا أقول أن الطلق بالنسبة لياقة الطير لا والله أنها زي من الربط الأرضي لكن الربط الأرضي يحد من الاحتكاك بالطيور الثانية ونقل العدوى إما مشابك ولا نقل عدوى ولا كذا الله. فهذه لها ميزة وهذه لها ميزة فعلا. على كل حال أبو عبد الله بيض الله وجهك ودنا نسمع قصيدة عن الطير وبعدين نقول لك ألف شكر على هذا الإهداء يا مخرجنا. خذ هذا الإهداء من أنت طبعا هذا تأليفك عن الطيور. هذا تأليفي فزع الشباب اللي توهم بادين للصقارة نعم يعرفون وش مواكر الطيور وكل الجوارح اللي هي يقال لها سباع الطير
من اللي صقرها ومن اللي بدأ بصقارتها ومن لأن كل شيء مفصل وأغلب الشباب هالحين ما يعرفون التفصيلات هذه. فجمعتها جمع يعني طيب وسهلتها بصور ودلائل وفيها حتى أسماء الطيور أبدا شروح وكتب ومراجع للي يبغى يستقي يعني يرجع لمراجع يبحث عنها وكذا كل شيء موجود هنا. وفرت في كتاب بسيط هذه النسخة الأولى طبعا. الجزء الأول. متى هذا طبعته أبو عبد الله؟ هذا طبعته في عام 27 تقريبا الظاهر أن هذه طبعت 27. يعني أنت طابع قبل هذا كتاب ثاني ولا هذا أول كتاب؟ لا هذا أول كتاب في السقارة الجزء الأول. النهج الواضح للصيد بالجوارح ها؟ النهج الواضح للصيد بالجوارح. نعم الجوارح لأنه في صيد بجوارح ثانية غير السقور مثل الباز مثل الباز ومثل العقاب عرفته ولا لا؟ نعم. هذه كلها كانوا يصيدون بها أول الناس وإلى الآن لا تزال بعض الأمم يعني يستخدمونها. فهذا هدية لكم والله سامحونا والله وجهك بالعكس يا أبو عبد الله هذه اللي أعظم منها لكن عاد هي هدية رمزية. وبعدين هذه طال عمرك تخدم محبين الصقارة أكثر يعني لأنك سهلت لهم بعض الأمور وبعض الأسامي للطيور وبعض يعني المواكر يعني للطيور. هو مرجع متواضع بيض الله وجهك. نقول بيض الله وجهك. وقبل نبدأ بالتسجيل سمعنا من قصيدة عن الطير نبي يسمعها الجمهور. أنت بتحطني شاعر وبتورطني عند الشعر. أنا ما قلت شاعر. أنا أبو عبد العزيز. أنا أبو عبد العزيز ما أقدر أهل القصيدة في محلتها إلا بعد ما استأذن. أنا قلت صقع. لا ما لا مشكلة على قصيدة وقلنا نبي نسمعها بس اني عقب قصيدة ابو عبد العزيز والله انها بتصير قصيدتي ما لها. انت ابو عبد العزيز قالها بشخص يستحقها وانت قلت عن هواياتك المفضلة. طيب لك. انا بقول لك الابيات اللي انا قبل شوي سمعتك اياها. نعم. وهي طبعا ابيات كتبتها بمناسبة سألني واحد قال شاف طيري يلحق في السماء فوق قال يا اخوي شلون طيرك يلحق في السماء هذا وطيوري ما تلحق هاللحو. نعم. فجبت الأبيات وقلت قلت شفت انصرامة عكفات المخاليب. نعم. مثل الشجيع اللي نهار الطلايب. يا سلام. عجلة تسخر مجفيات مهاريب تحالي لسنة برق التمع في السحايب ولا من تلاقى طالب بالمطاليب يجروش اللحم العظم بالعصايب من علم الكاسب يشوف المكاسيب ومن علم الخايب يلاقي خايب. يا سلام. هذا اللي جبتها صح الامر صح لسانك ولا ترى ماني بشاعر لا تحسبوني على الشعار ولكن عاد نقرض الشعر احيانا الاجواء والطبيعه وال يعني هده الطير تجبرك على ان الغريحه تهيض الله ويعني لازم يكون فيه انتاج. فاصل مشاهدينا الاعزاء ونعود مع الاخوه الضيوف. ننتقل للصقار شو رايكم؟ والله صقار وشاعر وشاعر ومؤلف ما شاء الله على هذا الكتاب الجميل الله يحفظه اللي ما يسبق عليه احد. ابو عبد الله يا ابو عبد العزيز لبيك الله يحييك مره ثانيه. ونقول انت طبعا الصقار يعني كل ما تساله عن سؤال ودك انك تساله سؤال اكثر وسؤال ثاني وثالث. ابرك السعد. نبي عمليه شبككم للطيور او عمليه كيف يعني تطرحون الطيور؟ هل تواجهون صعوبه او شلون يعني اشرح لنا عن طريقه شبك الطيور؟ الطيور شبكها وانا اخوك خصوصا هنا في المملكه يعني لها تاريخ ضارب جذوره في الارض. وطوروا اهل الباديه اساليب كثيره لطرح الطيور وكل مالها تتطور وتزيد ويعني حدث عليها تطورات ما يسرنا أن نراها وحدث عليها تطورات طيبة. ويعني السلبيات اللي أنتم يعني ما عجبتك مثل شنو يعني؟ والله السلبيات التطورات الآن قاموا الشباب الله يصلحهم ينقلون بالجوارح الثانية مثل أبو حقب مثل الباشق مثل البكات مثل الجليميات يجون يا طول العمر يقطبون عيونها ويحطون في كفها نقل فيه عيون ويفكونه على لا شاف طير ولا شيء يفكه يقول يمكن يجيب الله طير محولا عليه من السماء ويعلق فيه دامه في حد عيني لكن لا فقده من عينه راح حول عليه طير ولا حول عليه باز ولا حول عليه عقاب شبط في النقل ونشبنا الاثنين وذبح بعضهم بعض.
وهذه ما يعني نهى عنها نهى عنها الشرع. نعم, نعم. خصوصا التحريش بين البهائم هذا ما يجوز. وحنا والله يعني طبعا ولاة الأمر ما قصروا, حطوا من شروط شبك الطيور أنه يمنع هذا الشيء ويمنع النقل. نعم. للطيور طبعا للأسباب واجد, من ضمنها الشيء يعني الغير مرضي هذا اللي أنا قلت لك إياه. إيه نعم. أنت مطلع عمليات شبكة كم شلون؟ شبك الطيور يا طول العمر يقنصون الشباكة من الصبح, يسرحون عقب صلاة الفجر ويدورون على حروة الطير, إما حسب الأرض اللي هو فيها, إما بياضة ولا في خشيمات حول المنطقة اللي هو فيها, وتصلح المواكر الطيور وكلنا على عرفه. يسرح متفاول برزق الله, ولا منه شاف الطير يصير معه منه يسمونها زريق. زريق الحمام. الله الله, هم حمام ولا قمري ولا سمان ولا جربوع ولا كل يعني مخلوق من المخلوقات هذه له شبكة خاصة وله طريقة خاصة يطرح بها الطير. لا شاف الطير وعينه, جاء طول العمر حط له الشبكة, ومهوب على كل الأحوال أنه يطرح إذا ما كان عندها الخبرة في محاولة الطير الوحش. بعض الطيور شين اللي تحطونها اللي على ظهر الطير, الشبكة الشبكة في شيء على ظهر الطيور مثل الحمام ومثل القمري والسمان. وفي شبكة الجربوع, إما يكون في شبكة أرضية اللي هي القديمة حقت الشيبان اللي يبنونها, شبكة تنصب الله الله تنصب, ولا جاء الطير يبي الصيدة ولينها تحول بينها وبين الصيدة وتشربك فيها ويقضبونها, أو أنهم يحطونها في قراشة اللي هو شبك حديد. نعم. والشبك عليه عيون يحول عليها الطير, ولا منه حاول أنه يقضب الجربوع ولا العصفور اللي حاطينه في داخل الشبك ينشب في العيون اللي هو مركبة. قنصتوا أو قصدي رحتوا مكان طيور بعيد مثل منغوليا والديار البعيدة؟ إيه والله, أنا سافرت منغوليا على أولها على بداياتها. وكان ذيك الأيام يعني الطيور فيها بشكل كبير, وما جتها تلوث التفاريخ وما التفاريخ وما جتها صقاقير وطواريخ, ما جاها يعني إلا ناس بسيطين اللي هم كانوا ربع حياة الشيخ جابر الصباح الله يغفر له, كان هم اللي كانوا متواجدين يعني قبلنا هناك, وسمعنا عنهم عن منغوليا ورحنا وشفنا الوضع وطرحنا طيور والحمد لله على كل حال. لكن الشيء وانا اخوك له كثر قل حالاته اكيد, ولا منك جيت منغوليا وحذفت حمامتك حول عليك 20 طير. ودايم هذا عند الشيبان معروف, يقولون الطيب اخر ما يهد, ما يجيك الا الخضران ويجيك الطيور القشر ولا المثاليث الصغار تهد عليك وتذبح حمامتك, وحمامتك غاليه عليك هنا. لكن الطيب تلقاه القرناس الطيب المغتر اللي نتمناه تلقاه مضايف هناك يا طول العمر, ما يهد الا عقب الطيور تخلص, ما يبي المشابط ولا يبي المشاكل, واثق من نفسه ان صيدته مو مخلي. موقف حصل مع ابو عبد الله طريف في رحلاتك طويلة, طبعا هذه رحلتك انت يعني مهي مرة ولا مرتين, رحلات متكررة ومتردد, نبي موقف يعني في شباكة الطيور ولا في والله مقناص الحبار بكل بحد الاثنين. ايه في حد يا طول العمر الاثنين موقف عجيب من نعم. الرزق سبحان الله. كنا في منطقة مجيرمة على الساحل الغربي جنوبي جدة قريب. ايه وهذا اللي هي تقريبا 10 سنوات الموضوع هذا. وأصبحت صبح وأنا ألقالي طير حر في طعيسات, المهم شفت الطير وحاولته, وحاولوا معي الطواريح عتاولة محاولة الطيور في المنطقة, وثلاثة أيام نلقاه ونحاول الطير ولا يقزمها الله, رغم أننا نبذل كل مجهود نعرفه وتعلمناه من أجل هذا الطير. ويوم جاء ثالث يوم وحش الله الله, يوم جاء ثالث يوم الطير روح على فاله ضرب جنوب وراح وخلاه. دارت الأيام يا طول العمر, كنت أنا شفقن على الطير لأنه جايز لي لونه وجايز لي شكله, عندك خبرة بالطيور تعرف أنه طيب يعني. لا والله ما هو طيب في كل الأحوال, ولكن جايز لي أني أنا لقيته. والطيور نادرة يعني أنك نعم. تطيح على طير يعني القنوص واجد والطيور شوي صح. الوكاد حاولناه أنا ومعي أخبر مني ناس بواجد, ثلاثة أيام ولا قسمها الله وراح, ويوم خذاله يومين ما يهد على الزريق, ما يهد على الزريق ولا منه هد, وشاف شبكة شغلة شغل قرانيس, لا شاف الشبكة تقول مضروب بعصا
ينحش. أيوه. إيه؟ يمكن خمشيتها شبكة قبل. يمكن لاحقه أي شيء قاضبه. نعم. ويوم زل عليه يومين غيبته ما عاد لقيته في محله اللي هو فيه. ولينه رايح ولاقيه واحد ضارب الخط فقير مسكين عرفه بالطيور شيء خفيف لكن له صديق يعرف للطيور. قال له أنا لقيت لي طير على عمود كهرب على الخط السريع. تعال شوفه طير ولا لا. طلع الطير يا طول العمر وطرحوه. قال ترى هذا كان يحاوله ابن خثلان في مجيرمة قبل كم يوم. روح وترى مو مقصر معك. وفعلا جاء والله وانثنيت عند الطير وزاودت رجال عليه لين شريته من قدامهم. وقسم الله الحمد لله انه صار من نصيبي. فشف يوم انه كان لي قدام عيني ثلاثة ايام وانا حاوله ما الله قسمه. إيه؟ ولكنه هو جاي يسجل رزق للشخص هذا. رزق للشخص هذا كاتبه الله له انه يجي يوقع لين جاء في وجه. صحيح. هذا احد المواقف اللي اتعجب طبعا من دبرة الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله والنعم بالله. وان ليس للانسان الا ما سعى. نعم. نعم. افضل مقناص قنصته وين ابو عبد الله؟ والله المقاني... المقانيص اللي انتم يعني ترتادونها وانتم تعودت تروحوا لهم المقانيص اللي بغض النظر عن الخليج يعني الخليج في الوقت الحالي يعني ما في مقانيص بها. نعم. لكن الدول اللي تروحوا لها مثلا. والله انا دول الخارج ما عاد اقنص. ما قنصت. لا. من تالي ما عاد اقنصها ابد. الشيء لا كثر قليل حلا بالنسبه لي. بس يجبرك انك تروح. يجبرك لكنك يعني لكنك لا منك كثر. انا اعلمك الحين الحباره احنا نشوف ربعنا اللي لها الحين يقنصون في الخارج يروحون ويهدون في الخارج ويكثرون في الصيد ويقول طيري هذا ذبح 10 وهذا ذبح 20 في اليوم وكذا وسوالف يعني ما تجد فيها لذه لا منه سولف بها. لكن لا منه هبطه وهو يدور حباره في الجزيره هنا ولقى جرتها وما يدري يلقاها طايره ولا ما يلقاها ولا منه لقاها ما يدري طايره بيهد ولا ما يهد ولا منه ما يدري هو يطرحها ولا لا او يضيع او يغد يطير وراها. هذه شفقتها لها حلا غير صار قليل لها حلا غير. في طاري هذه طبعا لا لقيت الحباره برا ما تدور الجرة ولا تحرص عليها تلفت وطيرك ما يطلع عليها ولا انه تشوفها جول ولا. لكن في الديرة هنا لا لقيت جرة الحبارة جاك خبصة وقامت الصقاقير تراقل. من ضمن هذا لقيت قصيدها فيها ثمرتها بيتين قلتها قبل فترة وسرت بها الركبان وكل قام يغنيها. اقول الله اقصد الحبارة لما لقيناها هنا. أقول الله على اللي لا لقوها الصقاقير. نعم. تصيبهم خلة وضغط وحرارة. أطلق شنب لا شافها ضيع القير واستلخل لا لف دق للإشارة. هذه من ضمن الخبصة. والقصيدة طويلة أقول لا شفتها يا حمود أنا خاطري غير كني فقير مبشرا بلا مارة واروح فيها طويلة لكن عاد هذه ثمرتها على حتى انه ما نطيل على المشاهد. صح لسانك. صح بدنك الله يطول عمرك. صراحة يعني نشكر رحابة صدرك معانا وهذه الاجوبة اللي يعني اتمنى ان ابرك الساعات ومجلسكم ما يمل الله يطول عمرك. ونعود للربع ونسمع بعد اي والله كلنا شوق والله لقصيدهم للربابة. مشاهدين الأعزاء انتهت حلقة هذا المساء. نشكر الأخوان اللي شاركونا في هذه الحلقة الشيخ فهد بن ناصر بن منيخر العجمي والصقار محمد بن خثلان السبيعي والشاعر والعازف خلايف محمد العنزي أبو عبد الله وأبو تركي دحام الشمري. تقبلوا تحيات محدثكم وتابعونا في الحلقة القادمة. مع السلامة.